طيب دكتور، حضرتك تنصح بإيه الناس عشان يقدروا إن هم يتخلصوا من عقدة الخواجة وفكرة إنه ما دام الدواء غالي يبقى ده معناه إن هو أحسن والمادة الفعالة فيه أحسن؟ حضرتك تنصح إيه الناس دي؟ أولاً مش معنى الدواء غالي إن هو أحسن، لا. ال 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 التسعير بيتم ب ب بتبقى شطارة شركات، يعني شركة تقدمت قبل شركة فبتاخد سعر أعلى واللي بعدها أقل. بس هل الجودة بتقل؟ لا، لأن هي الدواء بتشترط مورد معين، مصنع معين، تصنيع معين، تحاليل معينة، كله بمعايير واحدة، ولا يوجد خلاف دواء عن دواء. الأهم من ده هو إنه أنت النهاردة لو الدواء بتاعك ب 300 جنيه دواء السكر والمصري ب 100 جنيه ونفس الكفاءة، أنا من مصلحتي كمواطن ان طبعا اخد الاقل في التكلفه اوفر ال 200 جنيه ليا. طبعا قصه ما هياش بسيطه. النهارده احنا بنبص الامور ماليه غير زمان، الامور كانت ابسط من كده، الفروقات ما كانتش كبيره. لا، الفروقات النهارده كبيره، لان الادويه المستورده لو لقيتي بصيتي الحديث اللي كان فخامه الرئيس من كام يوم بيتكلموا، بيقول لك تصنيع توطين صناعه الدواء بالظبط، واخد بالك، والمستورد وفي بدائل مصريه موجوده او نصنعها. موجود، يبقى احنا ناخد البدائل المصريه. رئيس الوزراء، دوله رئيس الوزراء، كلف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحه دكتور خالد عفار تشكيل لجنه من نقابه الصيدله ونقابه الاطباء لكتابه الدواء بالاسم العلمي، يعني عشان خاطر الاقل سعرا المريض ياخده. صح، تمام. هو طالما الكفاءه بقت واحده، يبقى اذا فرق التكلفه لصالح المريض والمواطن المصري هو الافضل.